الآن أنا 20 سنة حاملة لهذا الفيروس من بداية عام 98، بداية تلك الجريمة الشنيعة. فالنبض يكون الحرمان من الدراسة، الحرمان في العلاج بمستشفيات الدولة. أي طبيب يعني يعرف عندك الاتش اي في استحالة حيعالجك يعني. ثاني شيء الطرد من المناسبات الاجتماعية. يعني تعرضنا النبض بكافة الأشكال اللي يمكن يتخيلها عقلك. نعم. طيب كيف تعيشين حياتك اليومية مع أسرتك، مع صديقاتك، مع المقربين منك؟ كيف ممكن أن تصفي لنا حياتك؟ الحياة مع الأسرة طبعا الحمد لله أسرتي زي قبل المرض زي بعده، ما تغير شيء، تلقيت كامل الدعم، كذلك من الأقارب. يعني لله الحمد أنا من مدينة تعتبر محافظة كثيرا، هي مدينة جدابية، ففي ترابط اجتماعي كبير يعني، نعم. فما تعرضتش للنبذ. تعرضت للمضايقات في المدرسة، يعني اضطريت بعض الأحيان أني ننتقل من مدرسة لأخرى، وحتى اضطريت اني منكر اصلي وعائلتي عشان ما يعرفونش بنت فلان اللي بنتها مصابة وكذا يعني. طيب يعني هذه المضايقات تتمثل في ماذا؟ زي في المدرسة يعني بعض المواقف، نتذكر لك موقف اللي هو كانوا يوقفوني من الحصة الأولى للحصة السادسة في الشمس، الله المستعان. او ان المدرسة تحطني في البنك الأخير وما تصححش كراساتي يعني. نعم. هذه بعض